هاي لارا. هاي محمد. عبارة عن بوكسينج مينا معنا. هاي بوكسينج مينا. بدي أعرفكم على حالي. أول شيء أنا لارا داوود مديرة معرض سمارتكس اللي عم بيصير بالفوروم ببيروت اللي بلش من 25 أبريل وباقي ل 28 أبريل. معرض سمارتكس بيضم الفايف سيكتورز اللي هن التليكوم، ام اي اس، سيكيورتي، اوتوميشن وريتيل. بالإضافة إنه هيدي السنة عندنا كمان قطاع التعليم، يعني كل شيء تكنولوجي بقطاع التعليم، وكل سنة عم نكون عم نضيف أشياء جديدة، قطاعات جديدة عم نضوي عليها، ولهيدا الهدف أكثر من سمارتكس إنه كل سنة يكبر عن سنة. شو اللي بيميز سمارتكس عن المعارض المشابهة تقريبا اللي عم تصير بالمنطقة أو بمنطقة الشرق الأوسط مباشرة؟ نحن مش بس معرض، نحن كمان سيمينرز، يعني عم يكون في وركشوبس، ديلي وركشوبس على مدى الأربعة أيام مختصة بالآي تي، بالارتفيشال انتليجنس. كان عندنا بانل لسيسكو امبارح، اليوم كان عندنا بانل كثير حلوة لاس اي بي، كمان بكره عندنا بانل عن الاي تي اوديت، ونهار اخر نهار اللي هو كمان مخصص للستارت ابس في عندنا مسابقه عالميه لاول مره عم بتصير ببيروت، رح تصير باخر نهار بسمارتكس ب 28 نهار السبت. الايفنت ببلش من 7:30 ل 9:30، رح يكون في سيت اب لرينج عم يتباروا مع بعضهم تو ستارت ابس مع افكارهم مع ابداعاتهم، والرابح رح يحصل على فرصه لانه يسافر على البرتغال بايار 2018 ويمثل لبنان على هذا الصعيد، بالاضافه للجوائز الماديه للاول والثاني والثالث. شو بتحبي توجهي كلمة أخيرة لجمهور أنبوكسينج مينا اللي عم يشوفوكي هلا؟ أنا بدي أقولكم إنه تجوا تزوروا معرض سمارتكس، بعد عنا فرصة بكرة وبعد بكرة كمان تجوا تتعرفوا على أحدث التكنولوجيا الموجودة عنا، إن كان من الشركات الأجنبية اللي جت على لبنان تتعرض البرودكت تبولا، أو كمان تستفيدوا من السمنرز اللي عم بيصير، أو كمان تتحضرونا بالجت إن ذا رينج نهار السبت. خليكم كتار. Thank you. Thank you.